السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنحل إيه؟ هنحل ورك شيت 12 على مين؟ على الاتموسفيريك لاير. إحنا كنا خلصناها الحصة اللي فاتت، فهنعمل ريفيجن عليه على الليسون ده. تمام يا جماعة؟ أتمنى إن أنتوا تشاركوني طبعا في الحل، مش هحل لوحدي، أنتوا لازم تحلوا معايا. يلا بينا، ريز يور هاند يا جماعة عشان نشتغل. احنا كده كده كلنا هنحل، يعني فكر في الأسئلة، لأن أنت لو بتسمع الحل ومش بتشترك فيه فمش هتستفاد حاجة، إنما احنا لما نحل هنحل ورك شيت 12 على الاتموسفيريك لاير، وفي ورك شيت 13 كمان، فعايزين نتعاون مع بعض نفكر في السؤال نفهمه علشان ايه، نحاول نفهم الدرس بنسبة 100%. دايما ان احنا بنسمع الدرس وبنذاكره، لكن لما بنحل الأسئلة ده بقى احنا بنوصل لمرحلة ان انا خلاص بقى الدرس ده فهمته بدرجة 100%، لان انا ايه طبقت المعلومات اللي انا ايه درستها في شكل الاسئله. ولو انتوا شايفين في اسئله كتير جت في امتحانات، فايه عايزين، يلا يلا يا شباب، مين بقى يشترك في اول سؤال؟ ريز يور هاند. اختار انا يعني، يا ما كنت اختارك يا روين، راح عليك. يلا يا روان نبدأ أول سؤال. معاك يا مس، ممكن تقولي السؤال بس بس؟ شايفاه انت ولا مش شايفاه؟ مش شايفاه على الشاشة؟ لا لا تمام. أيوة أنا عندي The مشكلة dive is في الاستيك. which is used in measuring the altitude above sea level is the ايه ال device، ايه Altimeter الجهاز؟ ايه الجهاز اللي انا حاجز Altimeter مين؟ Altimeter التي ميتر. ثواني، ليه الالتي ميتر؟ ليه اخترتي الالتي ميتر يا روان؟ ليه ما اخترتيش الانيرويد؟ لان انيرويد بيحدد ال weather changes او ال disturbance بتاع ال weather، اما ال altimeter جاي من altitude، يعني بي detect ال altitude بيبقى موجود في ال planes. اكسلنت. اللي هم رواد الفضاء بيعملوا ايه؟ رواد الفضاء ايه قصدي، اللي هم pilots البايلوتس دايما بيحبوا ان هم بيستخدموه علشان يشوفوا انه ارتفاع جوي هيطيروا فيه، فالبريجر هيبقى مناسب، لانه ممكن يطير على ارتفاع جوي البريجر مش مناسب للطيران. تمام، اكسلنت يا روين، ثانكس. هو دي بقى المشاركة، حتى لو غلطنا يا جماعة بنصلح الخطأ بتاعنا. تمام، يلا يا يحيى، يلا يا يحيى. استني الكاميرا اوف. The density of air decreases by increasing the evaluation above the sea level. الإجابة هتكون decrease. ديجريز، يبقى الدنستي الكثافة بتاعت الاير هتقل بزيادة ايه؟ بزيادة الالفلويشن above the sea level، يعني كل ما انا اطلع فوق السي ليفل الدنستي ايه بتاعت الاير هتبقى ديجريس هتقل. برافو، اكسلنت. طب يلا بقى الشباب التانيين، طارق، يلا يا طارق. طارق اشترك معانا يا طارق، انت معانا على طول في كل الحصص، يلا يا طارق. طارق افتح المايك. طب علا ما تخافوش يا جماعة، احنا بنشترك في الحل. علا، لا طارق، لا علا بقى يفتحوا المايك. مين اللي فتح؟ محدش عايز يفتح. طب يلا يا روان تاني.
ما هو طارق انت بتعيط ليه؟ ما انا قلت لك افتح المايك، افتح يا طارق المايك. طارق تمام مش هو انا روان مع حضرتك. ماشي، ثواني بس نشوف طارق. طارق طب يلا يا روان، يلا يا ريس، السؤال التاني. السؤال اسمك السؤال اه the نقط is layer، الطبقة ال extend اللي بتمتد from the sea level to the trombopause. طبعا احنا اتفقنا مع بعض يا جماعة ان انا عندي four layer، تمام؟ ما انا هشرحه. عندي four layer، عندي الترابوسفير، وعندي الاستراتو سفير، وعندي الميزو سفير، يعني بس نوضحه، وعندي ايه؟ وعندي الثيرمو سفير، تمام؟ دول الفور لايرز اللي احنا اتفقنا عليهم او اللي احنا خدناهم. قلنا بتوين تو لايرز، بين كل لاير ولاير في ريجون، في منطقه التمبريتشر بيبقى ريمين، بيبقى ثابت ما بيتغيرش. فالريجون اللي بين الترابوسفير والاستراتوسفير هيبقى اسمه ترابوبوز. واللي بين الاستراتو والميزو هيبقى اسمه استراتو بوز، واللي بين الميزو والثيرمو هيبقى اسمه ميزو بوز، تمام؟ يبقى انا عندي، بيقول لي بقى هنا السؤال، ايه اللاير اللي اكستند، ايه الطبقه اللي ممتده من السي ليفل تو ترابو بوز، يعني هلاقيها من السي ليفل للترابوبوز، مين بقى؟ التروبوسفير. التروبوسفير ترابوسفير، اكسلنت. هي من السي ليفل لغايه الترابوس ترابوبوز، مين اللي هتقابلني؟ الترابو ايه؟ الترابوسفير، اكسلنت اكسلنت يا روان، يلا يا شباب، يلا يا يحيى، عايز بقى حد غير روان ويحيى، ما احنا مش هنقعد الحصه كلها بروان ويحيى. علا اهي، تمام، يلا يا يحيى، بعد يحيى علا ان شاء الله. نمبر 4 ذا از ا لاير اللاير اكستند بقى فروم بص على الرسمه هتفهم، انا رسمتها عشان ايوه هي اسمها. هتكون ميزوسفير اه ايه اللاير الاكستند اللي بتمتد من الاستراتو بوز للميزو بوز، هلاقيها بين الاستراتو وبين الميزو بوز، اللي هي ميزو ايه؟ ميزوسفير. اولها هيبقى الاستراتوبوز اللي هي الجزء المشترك بينها وبين الاستراتوسفير، واخرها هيبقى الميزوبوز اللي هو الجزء المشترك بين الميزوسفير والايه والسرابوسفير. اكسلنت، يلا يا علا. علا افتحي المايك يا علا، علا طب حسين ماشي، علا فتحت، يلا يا علا. نعم اسمي احمد، اه احمد، تمام يا احمد، يلا يا احمد. ده atmospheric pressure of the top of a mountain is not the atmospheric pressure at the sea level. هتبقى ده ازاي؟ ليس هتبقى ايه؟ less than زليز زين، اكسلنت. طبعا البريجر اللي فوق التوب ماونتين فوق جبل هيبقى اقل من السي ليفل، لان انا كل ما هطلع كل ما البريجر ايه هيقل. اكسلنت، تمام، يلا يا حسام، يلا يا ايه حسام، تمام، يلا يا حسام. what would The location between الستراتوسفير والميزوسفير هتبقى الستراتو بوز. اكسلنت، هو الجزء ده يا جماعة عايز حفظ بس شوية،
تركيز فيه، اللايرز والطبقات. طب تعالوا بروبلم، يا سلام، من نصيب مين بقى البروبلم؟ طارق شاور عقلك كده واشترك معانا، يلا يا روان، يلا من نصيبك يا روان، يلا يا روان، يلا بينا اقراها لك. ثواني، بيقول لي إذا temperature at the foot Everest Mountain، درجة الحرارة عند الإيفرست ماونتين 20، ثواني، أنا عند الإيفرست ماونتين في 20.6 سليزيوس ديجري، ده فين؟ ده تحت عند الفوت، عند قاعدة الإيه؟ عند القدم بتاع الماونتين بتاع الجبل. فايند temperature at the top of height، عايزة بقى درجة الحرارة اللي على ارتفاع 8800 62 متر above earth surface. هعملها ازاي بقى دي؟ أول حاجة هنجيب الهايت ونحوله الكيلومتر، اكسلنت، يبقى ال 8862 دي من المتر، وانا عندي القانون بتاعي بيشتغل بالكيلومتر، فهقسمها على 1 ايه 1000، 1000 تبقى فهتديني 8.862 62، اكسلنت، كيلو متر، تمام. انا كده جبت كيلومتر. الهايت، هجيب ايه بقى؟ الاماونت، هجيب الاماونت اوف تشينج. اكسلنت يا وين، الاماونت اوف تشينج، كمية التغيير، هضرب بقى الهاي في ايه؟ اعمل هاي هاي مالتبلاي 6.5. 6.5، فالهاي عندي 8 0862 في 605، هيديني كام؟ لو حسبناه هيديني قولي 5 في 75 بوينت، اه بوينت 6 سيليزيوس ديجري، ده الاماونت، تمام. طيب ده ماشي، الاماونت، دي كمية التغيير، هطرحها منين؟ هجيبنا الأعمال، اه هجيب بقى هنعمل ال temperature at the foot minus minus ال amount of change، هيطلع ال temperature at the top. تمام، يبقى هنطرح اللي هي 06 ماينس، طبعا لازم نكتب القانون، يعني ما كتبتوش هنا اختصار، بس لازم نكتب القوانين الاول اللي دي عليها درجه، هيديني ماينس درجه الحراره بقى، لو انا طرحت دي هيديني ماينس 37 سليزيوس ديجري، تمام. يبقى درجه الحراره عند الايفرست هتبقى ماينس 37 درجه مئويه. شكرا يا رواد. give reason يا يحيى بقى، نكافئه بالgive reason. يحيى وحضرتك يا ميس، most of weather conditions take place in ترامبوسفير، troposphere. ليه بقى كل الويذر كونديشن موجود في ترامبوسفير؟ علشان فيه ايه؟ Because it contains about 75% اكسلنت، of mass of atmospheric envelope. كونتين 75% Of the mass of mass of atmospheric envelope. اكسلنت of atmospheric اير، عشان في 75% من كتلة الايه الهواء موجودة في الجزء ده، فأكيد هلاقي فيه التشينج بتاع الايه الاتموسفير، هلاقي فيه تغيرات جوية، تمام. يلا يلا يا حسام، حسام أيوة، يلا بينا جيب ريزون التانية. the thrombosphere layer regulate regulate temperature. the earth's the thrombosphere temperature ليه بقى بينظم درجة الحرارة يا حسام؟ علشان فيه ايه؟ كونتين ايه؟ كونتين عشان فيه ايه؟ اه التروبوسفير دي فيها كونتين 99%
contain 99% ثانية اوف وي اوف مين اوف ووتر فيبور. فيها 99% من الووتر فيبور بتاع الاتموسفيريك اير، فعلشان كده من التوتال اماونت اوف الاتموسفيريك ووتر فيبور، فهي دي اللي بتعمل ريجوليت، بتنظم التمبريتشر. يبقى انا عندي كميه بخار ماء 99% بخار، 99% من كميه بخار الماء عندي في التروبوسفير. فبخار الماء ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل ريجوليت، بينظم التمبريتشر عندي على درجه الايه؟ يعني لا بترتفع ولا بتنزل. ده تمام؟ تمام. وصلت لك كده؟ ماشي يا حسين. يلا الشباب ناخد طارق كده، مش ناوي تشاور عليك وتجاوب معانا يا طارق؟ طارق هنساعدك ما تقلقش. ولا علا؟ علا ياس علا، يلا قفلت ليه تاني؟ علا هي الصوت عندك بطيء، واطي شوية. يلا نمبر 3 يا علا. ليه بقى؟ ليه عندي انا البريشر بيقل؟ عشان انا قللت ايه؟ مش احنا اتفقنا ان البريشر، مش احنا اتفقنا يا جماعة ان انا بقيس البريشر ازاي؟ انا بقيس الايه، الويت، وزن كولم اوف اير، عمود من الهواء، الاريا بتاعته مساحته 1 سنتي سكوير، 1 سنتيمتر سكوير، والطول بتاعه الهايت بتاعه 1000 كيلو متر، اللي هو ارتفاع الاتموسفيريك اير. الاتموسفيريك اير اصلا ارتفاعه 1000 كيلو متر. فانا كل ما بطلع فوق انا بقلل ايه؟ بقلل في الكولم ده. ان كل ما اطلع انا مثلا هنا تحت عند السي ليفل انا باخد الوزن بتاع كل العمود ده. طب لما طلعت فوق شويه خدت الوزن بتاعت الحته دي بس، طب لما طلعت هنا خدت الوزن بتاعت الحته دي بس، يبقى انا كل ما بطلع فوق انا بقلل العمود ده. تمام؟ فالعمود ده لما بيقل بيقل الويت بتاعه فبيقل البريشر. يبقى هتبقى الاجابه بتاعتي ايه بقى يا علا لو انت استنتجتيها؟ اوعي تكوني قفلت المايك. لا تمام معايا. يلا يا علا، يبقى انا قللت ايه؟ ديجريز ايه بقى يا علا؟ ديو 2 بسبب، ديو 2 ديجريز ديجريز ده قللت ايه؟ الهاي، ارتفاع اوف ايه؟ كولم اير، كولم اير يعني ايه؟ ارتفاع عمود من الايه؟ من قللت ايه؟ العمود بتاع الهواء ده الاير كولم او الكولم اير، قللت الارتفاع بتاعه. كل ما بطلع كل ما الارتفاع بيقل، فالويت بتاعه طبيعي هيقل. كل ما باخد منه كل ما الويت بتاعه هيقل، فالبريشر بالتالي هيقل. تمام يا علا؟ يلا يا هبه. المشكلة يلا يا هبة، يلا يا هبة، يلا ايوه يا نعمل ميس. سؤال نمبر فور. بصي حضرتك انا لسه داخله حالا، انا ما ما انا اعرفش عارفة انا حضرتك لسه بتشرحي شايفاك. ايه. احنا بنحل اسئلة الاتموسفيريك لاير. تمام طب انا ما خدتش الدرس ده قبل كده. خالص لا ماشي تمام. انا بصي انا بسجل الحصة والدرس ده انا مسجلاه له اصلا الحصص بتاعته، ف هتخش على اللينك تمام الحصص التانية بس برضو، واحنا بنحل اسئله هتفهمي الدنيا ماشيه ازاي. خلاص فهمت تمام الشرح بتاع ماشي. الجزء ده؟ نعم فهمت الشرح بتاع جزء السؤال اللي قبل كده؟ أنا لسه داخلة حالا، ما كنت اه ما المايك سمعتش. معلق عندك. تمام
طب خلاص ركزي معانا، الأسئلة دي بتشرح الدرس. تمام حاضر ماشي. تمام. في طريق تاني غير الطريق الأولاني، مش عايز تشارك معانا. يلا يا روان، روان ماشي بس يلا بينا. نمبر فور، السؤال the air motion، سوري معلش، the air motion ليه حركة الهواء is vertical، عمودية اوكي. in the troposphere layer. ليه بقى؟ ليه الهواء بينزل من تحت لفوق؟ علشان ايه بقى؟ لفوق ايه؟ because the hot air which is low density go upward excellent and the cold air which is high density go downward. excellent. عشان الهوت اير الهواء السخن لو دينستي، هيبقى الدينستي بتاعته لو قليله، فهيبقى ايه؟ موف اب. والكولد اير هاي دينستي، موف داون. يبقى انا عندي الهواء السخن هيطلع لفوق والهواء السائح هينزل لتحت، فدي حركه عموديه من تحت لفوق. تمام. فايه؟ فعشان كده الاير عندي بيتحرك من تحت لفوق بسبب كده، ان الهوت كثافته منخفضه فهيطلع لفوق خفيف، والكولد كثافته عاليه فهينزل لتحت. اكسلنت. حتى اللي ما سمعش الدرس يا جماعة، يعني من الأسئلة بنوضح، يعني كل سؤال بيشرح نقطة، فالنقطة دي لو احنا فهمناها هتوفر، يعني حتى بعد كده لما نسمع شرح الدرس هتبقى الموضوع سهل، يعني هتبقى واخد فكرة عنه، لأن كل بوينت، يعني كل سؤال بيشرح بوينت خاصة بالدرس. تمام. تعالوا بقى كومبليت. يلا يا يحيى، يحيى يس، حضرتك يا مس، يلا بينا. أول سؤال، the thickness of troposphere layer is troposphere. about 13 كيلومتر. اكسلنت. 13 كيلومتر. الترامبوسفير ارتفاعه من على سطح من السي ليفل لغاية فوق قد ايه اللايرز دي؟ الطبقة دي 13 كيلو متر. اكسلنت. يلا يا علا، يلا يا علا، مشكلة عندك في المايك يا علا. لا مش هسمعك كده. يلا يا حسام، ظبطي المايك عندك يا علا شوية. يلا يا حسام، قفلت ليه تاني يا حسام؟ هنساعدك ما تقلقش. يلا يا حسام، ايه يلا بينا. ايه يلا نمبر تو، ايه as we go up 1 kilometer above sea level above the sea level the temperature temperature ايه بقى؟ degrees نقط ويز degrees ديجريز هتقل. برافو. قد ايه؟ 6.5. اكسلنت. سكس بوينت فايف. بوينت فايف. اكسلنت. سليزياس ديجري طبعا. يبقى كل ما انا هطلع 1 كيلو متر درجة الحرارة هتقل 6.5. كان في حد قال لي ان في الدراسات عندكم نفس الجزئية دي بس عاملينها بمقدار تاني، صح الكلام ده؟ قفلت المايك. طارق، طارق هتشارك معانا ولا ايه؟ طارق التاني بقى، مش طارق اللي مقاسمني. طارق برضو ده مقاسمني. ماشي. روان،
أكيد بس يلا يا روان. في الدراسات بقى انتوا واخدين ان درجة الحرارة برضو بتقل، بس واخدين أيوة بس اللي هو واخدينه 150 بمقياس تاني. خدنا 150 متر بتقل درجة، هو احنا هنا جايب لنا بالكيلو متر يعني جايب فبتقل بالكيلو متر، 6.5. فانت لو حسبتي ال 150 دي على الكيلو متر هتلاقيها 6.5 برضه، ما هي جايبها لنا بس بس. ده جايب بمقياس واحنا عاملين بمقياس تاني. تمام، يلا السؤال اللي بعديه بيقول لك most weather features occur in، معظم الظواهر الجوية هتبقى فين؟ في التروبوسفير التروبوسفير طبعا. اكسلنت، يلا يا يحيى خلاص يلا بينا. تمام. نمبر فور، تروبوسفير لير كونتين تروبوسفير اير اباوت كونتين اباوت اوف ذا توتال ماس سبنتي اوف ذا فايف اتموسفيريك اير 75% ريزنت تو 5%. اكسلنت، and about 99%. 99%. لا ال دي 88، 99. يلا يا يلا يا حسام، حسام أيوة. يلا بينا. The أنرويد is used anaerobic to، is used to اسمه ده الأنرويد ده اللي بيقيس بالبريشر بتاع ايه بقى؟ determine ايوه the the pressure of ايه؟ the of daily weather، بتاع weather. الويذر، يبقى ايه determine؟ determine بحدد بيه، ده بقى اللي بيستخدمه علماء الطقس، ان هما بيحددوا لي الويذر الطقس ايه، البريشر بتاع الطقس العادي، determine pressure of weather of daily weather daily weather، بيحدد لي الايه الطقس المعتاد بتاعي. تمام كده يا جماعة؟ تمام، الله المستعان. يلا يا روان، معاك يا مس. يلا بينا. ذا نقط سؤال يا ديفايس، معلش، ذا نقط ديفايس يوزد ميجر، معلش الخضه بس الواحد مخضوض من اللي حصل مع ان اتعودنا عليه، يعني هو كان مختفي بقاله فتره مش عارفه ايه اللي خلاه يظهر. Is a device used to measure the altitude of the airplanes above sea level، اللي هو الديفايس، الجهاز اللي هيحدد لي، الالتميتر. ايوه اللي انت لسه مجاوباه في الاختيارات، اسمه ايه بقى؟ ألتيميت، الالتميتر ألتيميت. يبقى ده برضو بقيس بيه بريشر، بس ده اللي بيحدد لي انه ارتفاع هيطير عنده الطيار علشان ما يدخلش في منطقة البريشر منخفض قوي فيأثر على الركاب. تمام، طيب، تمام. طب خليكي معايا بقى، انا برضو جاوب السؤال اللي تحت كده وننزل على، يعني بعد كده نخش عليا، سوري بس ثواني كده. السؤال كومبير، هنقارن ما بين الاتموسفيريك بريشر اند اتموسفيريك انفلوب ان ذا فيو ديفينشن ديفينيشن، اوكي. هنقارن ما بين الاتموسفيريك بريشر والاتموسفيريك انفلوب. The atmospheric envelope, it's a gaseous envelope that surrounds the Earth and revolves around its axis, around it, and revolves around its axis. اكسلنت، يبقى هنا الانفلوب اللي هو ايه، قولي تاني بقى ايه، اعرفي الانفلوب كده تاني معلش. It's a gaseous envelope. اجازز
envelope that surrounds the earth. Envelope هو غلاف غازي. That surrounds the earth. Surround محيط. The earth and revolve with the earth around its axis. Excellent. And revolve. The earth around its axis. Around the earth. Around its axis. تمام. طب يحيى بقى يعرف لنا الاتموسفيريك بريشر. يلا يا يحيى. An atmospheric pressure the weight ذا of ويت air ماشي. column ذا ويت هو هيبقى atmospheric وزن. height هو the weight of air column of atmospheric height on unit area 1 meter square كولم هيبقى ايه؟ اير كولم از ايه؟ اريا المساحة بتاعته 1 اريا Yes, هو the weight of air column of atmospheric height. اوف اتموسفيريك باي مع ارتفاعه كام بقى؟ 1 meter ولا square. 1000 اه لا ايوه 1000 كيلومتر above sea level. انا ضخ. بتكلم عن الاريا unit area. لا بس انت هنا قلت الهول، يبقى انت لو هتتكلم على الاريا تقول اريا الاتموسفيريك اريا اريا اللي هو اللي كام؟ 1 سنتيمتر سكوير دي الاريا دي مساحته. هاي معايا يا يحيى؟ يحيى معايا؟ مش سامعني. تمام خلاص. يبقى انا الويت باوزن الاير كولم عمود من الهواء ارتفاعه من سطح البحر 1000 كيلومتر هو ارتفاع الاتموسفير اصلا، والاريا بتاعته مساحته مساحه العمود يعني هنا كاني عامله كده المساحه بتاعته 1 سنتيمتر سكوير. تمام. طيب يحيى سامعني كده؟ هو حسام طلع؟ لا حسام موجود. اه ده يحيى طلع اصلا. يلا يا حسام. معلش يا حسام قعدنا مدة ما خدناكش. قفلت ليه يا ابني حسام؟ ايوه يلا بينا. كوكيوليت ذا هاي اوف ماونتين. هنا بقى العكس، هتحسب ارتفاع الجبل if the temperature at its foot is 90 celsius degree at the top ودرجة الحرارة في الفوق 6 celsius degree. تمام. يبقى اسمه ده المفروض ان انا اعمل سنة المفروض ان انت هتجمع الستة دي مع ال19 عشان تطلع لك ايه؟ هجمع الستة مع هو ايه؟ التسعتاشر بص بص معايا، انا بقى عندي التمبريتشر بتاع التوب، تمبريتشر القانون بتاعي تمبريتشر بتاع التوب الارتفاع بيساوي التمبريتشر بتاع الفوت القدم ماينس
الاماونت كمية التغيير. تمام؟ طيب انا عندي الطب كام؟ 6، وعندي الفود كام؟ 90. طيب انا عايزة الاماونت، يبقى الاماونت هيساوي ايه بقى؟ ماينس ولا بلس؟ رحت فين؟ قفلت ليه؟ يلا يا حسين، حسام طيب هعمل ماينس ماينس ولا بلس؟ ماينس هطرح ولا هجمع؟ هجم هجمع السكس مع المين؟ مع الناينتي، هيطلع لي كام؟ هجم مع السكس لا مش مع هجمع، انا كده هطرح. طب اجمعهم كده، اجمعهم هيبقى اسمه ده 25. لو المفروض يطلع لي بالماينس، يجيب الماينس. لا مش بالماينس، هيطلع لي كام؟ لو انا جمعت هيبقى 25، بس انا لو نيجاتيف 16. طرحت ال 20 هيطلع لي بالماينس، نيجاتيف 16. صح؟ اه لا يبقى نطرحها بقى، هنطرح السكس دي من الناينتي هتطلع لي كام؟ نيجاتيف 16. لا هنطرح الناينتي من السكس، ثانية. لا مش هتت مش هت طب انا هسيبكم تفكروا فيها والحصه الجايه نكملها، ايه رايكم؟ هي موجوده اصلا، ان كانت اكزامبل في الكتاب واحنا بنشرحه. هو المفروض ان احنا هنجيب الاماونت، وبعدين نجيب بقى القانون الاولاني ان الاماونت بيجي ازاي من الهاي تايمز ايه؟ تايمز 60 بوينت.